مرحبا معكم يورغو. على قناتي على يوتيوب في أكثر من 12 ملخص كتاب عربي وأجنبي، تعلمت منهم كتير وحبيت شارككم بأهم أفكار ذكر الكاتب. بعدكم مرة بالشهر بفيديو من نوع تاني بيحكي وبيوثق أهم أفكار ذكرتها شخصية عامة، وبداية مع إليسا. على مدار 15 سنة كل الأسئلة اللي كانت موجهة لإليسا بأي حوار كانت: خبرينا عن طفولتك وحياة المدرسة الداخلية، خبرينا عن علاقتك ببيك وإذا كانوا بدين يبكوها، الشرشف إذا كانوا بدين يستفزوها، مبروك الجائزة إليسا وكل الشائعات حول هيدي الجائزة، علاقتك بهيفا ونوال ونجوى، وائل مروان وزياد برجي، وكل الخلافات والإشاعات وعلاقتك بالصحافة، وأكيد السؤال الأهم عم يدق قلبك إليسا أي متى بدنا نفرح فيك. بقيوا 15 سنة بعد الصحفية والإعلاميين يعطونا هيدي المادة تنحكي فيها، استخفوا بعقولنا وخلونا نهتم بالثرثرة، المظاهر، المقارنات والخلافات. وشو حجتهم؟ الجمهور عايز كده. بس مرضت ولا مرة قلت يا ربي ليه أنا؟ لما نزل الكليب وشفت تعاطف العالم عرفت ليه أنا، كرمال يكون مسج لكتير نساء بالعالم وبالعالم العربي وبالعالم. لحديث سنة 2019 إليسا قلبت المقاييس وعطيتنا مادة تانية نحكي فيها بعد اكتشاف إصابتها بمرض السرطان. مشاركتنا بخبرتها كان أجمل ما حصل بهذا السنة. قررت أنه صور هالغندية لما كان عندي حالة بعائلتي، بعد ما عرفت أول مرة رح أقول أختي، لما عرفت أنه معي كانسر راحت صار لكذا سنة مش عاملة فحوصات، وعم تقول لي انه عندي وجع بصدري، سو ساعدناها انه اخذت موعد وطلع عندها ستيج 3، بلشت دغري الشيميوثيرابي. سو لما اختي صار معي هيك والحمد لله هلا عملت العلاج وتجاوبت وعملت العمليه، سو ساعتها قررت انه ما بدي اكون انانيه، لانه انا لو لحالتي اختي يمكن ما بعرف اي متى كانت عرفت بحالتها وإذا كانت شفيت ولا نعم. ما شفيت. بقيوا فترة طويلة يقولوا لها لإليسا ملكة الأحساس، ملكة الأناقة، ملكة الأرقام، ملكة الإعلانات. قلت لهم تانكس بس معي مرض سرطان الثدي، تألمت، احترق جسمي، وأكيد وصلت فترة حسيت أنه خلصت الدنيا، بس ما استسلمت، تعالجت وشفيت. وأكيد في كتير من العوامل اللي خلتني أتخطى حالتي، حالتي اللي هي على قدي، ومنها إيماني بالله وجود رفقاتي حدي وإمكانياتي المادية. وقلت لهم مش بس معي مادة سرطان الثدي، بس كمان ممكن بسبب الأدوية ما أقدر يصير عندي ولد من لحمي ودمي، بس مش نهاية الدنيا، رح أتبنى ولد. مش بس هيك، قلت لهم أنا من بداية مسيرتي الفنية وأنا بتعرض للتنمر، أنا يمكن هلأ هذا الشيء ما بيأثر فيي، بس تنمر، عم تحكي على التنمر، عنا مشكلة كبيرة، أنا في تنمر كتير علي بس أنا مش فرقانة معي، عم بيأثر على الأعمار الصغيرة. أنا شفت شخص سوري بمدرسة برا عم يضربوه وهو واقف ما عم بيقول لهم شيء ويتمسخروا عليه، طب هذا كيف بده يطلع؟ أول شيء بده يعرف كل شخص إنه الله عطاه شيء تاني ما عنده إياها. أنا لما بيقعدوا ناس بيتمسخروا على تمي أو بيتمسخروا على حي الله شيء ما بيعنيني الأمر بتاتا، بقول لهم أنا إليسا. أي رفقاتي كل هيدا انحكى بفترة صغيرة، بعتقد صار في شيء أعمق بيجمعنا بإليسا أكثر من إنه كليب حلو، غنية حلوة أو فستان حلو. صار وقت نقول للجميع إيه بدنا فن حلو، إيه بدنا نشوف جمال، بدنا نرقص وبدنا نحتفل، بس نحن بأمس الحاجة لطاقة إيجابية، لفنان أو لقائد يوعينا على موضوع معين، يعطينا معلومات جديدة، يقلنا إيه مرقت بفترة صعبة، هيك تخطيتها، وإذا أنا تخطيتها أكيد فيكن أنتو تتخطوها كمان. وهيك عملت إليسا. قسم كبير من المشاهير عم بيلعبوا دور السيلز ومن هالأيام، بس بمبيعات عالية وكوميشن أعلى، كله بده يبيعنا مستحضرات تجميل، مجوهرات، ماركات عالمية، سيارة، غرفة بأوتيل، سجادة، مستحضرات تنظيف، كله بده يبيعنا شيء. It's okay، ما في مشكل، بيعونا وانتو بتعرفوا انه عندكم تأثير كتير كبير علينا، بس صار وقت من فترة للتاني ترتقوا وتعطونا شيء من دون مقابل وتلعبوا دور القائد مثل ما عملت إليسا بهيدي السنة. قبل ما انهي هالفيديو في موضوع كتير مهم ذكرته إليسا بالسنين الماضيين، ذكرته بعشر ثواني بمقابلة
واكيد ما كملته لانه الاعلامي اللي كان عم بيحاورها غير الموضوع وما اهتم للموضوع، وتذكرت عن اللو اوف اتراكشن، قانون الجاذبيه. مش غلط بعد ما يخلص هذا الفيديو تقروا عن اللو اوف اتراكشن، عن قانون الجاذبيه، تقروا عن التبني وقانون بلدكم بالنسبه لهذا الموضوع. مش غلط تقروا كمان عن التنمر وعن عوارضه اللي عم تأثر على الحالة النفسية وعلى شخصية الأولاد والأطفال، وتقروا أكيد عن مرض سرطان الثدي وعوارضه وكيفية علاجه. شكرا إليسا، شكرا للمتابعة.